السنة الخامسة على التوالي احتضنت العاصمة البريطانية لندن مهرجان البيتزا بمشاركة 9 من أشهر طهاتها. المهرجان شهد إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات. عشق مميز وطعم خاص يستحق الانتظار في طوابير طويلة. إنه مهرجان البيتزا السنوي في لندن. تلك الأكلة الشهية التي حجزت لها مكانا ليس في قلوب سكان عاصمة الضباب فحسب، بل في قلوب عشاقها عبر العالم. في أجواء احتفالية شارك 9 من أشهر المتخصصين بصنع البيتزا، وحولوا سوق بورو ماركت إلى أكبر فرن في الهواء الطلق. هدفنا أن ننظم مهرجانا فريدا للبيتزا. نريد أن يكون هناك تنوع في المواهب وفي طرق التحضير وجمعهم في مكان واحد ليتذوق الناس من خلالهم أنواعا عديدة من البيتزا ويستمتعوا بطعمها الشهي. من أرجاء مختلفة من إيطاليا يتنافس هؤلاء الطهاة في تقديم أطيب مذاق للبيتزا، كل على طريقته وحسب خبرته وسره في إضفاء سحر نابولي على هذه العجائب. نحن بصدد تحضير البيتزا الطازجة. مكوناتها من الطماطم الإيطالية، البوراتا، وصلصة ستراتشاتيلا الخاصة بنا. هذه هي خلطتنا المميزة، والحضور هنا يحبونها. اختلفت أشكالها وطريقة صنعها، إلا أن وشائج كثيرة جمعت بينها، ولعل صلصة الطماطم وجبنة الموتزاريلا القاسمة المشتركة فيها. أكلة إيطالية تقليدية لا يكترث محبوها إن علت سعراتها الحرارية أو كثر دسمها، بقدر ما تهمهم السعادة التي تغمرهم وقسمات النهم بادية على وجوههم حين تناولها. لا وجود للجنة تحكيم في هذا المهرجان، فالفائز فيه يحتكم لذائقة الجمهور الذي بدأ حائرا في اختيار أفضل بيتزا. كيف لا، والروائح المنبعثة من كل بسطة هنا تسيل لعاب الصغير قبل الكبير. سحر لا يقاوم ومذاق لا يعلى عليه، وصفان لا يختلف عليهما اثنان حول البيتزا التي تعرض في هذا المهرجان. مهرجان يخلد تقليدا ولد في نابولي وتنقلت الأجيال ليصبح راهنا ورمزا فريدا لإيطاليا في العالم. هشام هيوبي، تلفزيون العربي.